إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه في ظل صمود المقاومة، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي عدنان أبو شقرة. أستاذ عدنان حياكم الله، مرحبا بكم. أستاذ عدنان، لنبدأ من تصريح الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة، قال في كلمة الله قبل قليل إنه لا قيمة لأي مفاوضات دون وقف لإطلاق النار. ماذا يمكن أن نقرأ من وراء هذا التصريح أستاذ عدنان؟ بداية تحياتي لك وللمشاهدين، والرحمة لشهداء فلسطين، والعافية لجرحى فلسطين، والحرية لأسرى فلسطين، والنصر لمقاومة فلسطين. كلام أبو عبيدة كان واضحا، هو أرسل عدة رسائل خصوصا إلى الجانب الصهيوني وللمحتشدين في ساحات تل أبيب، ويريد أن يقول لهم أن حكومتكم خدعتكم عندما قالت أنها ستقضي على حركة حماس وتعيد الأسرى إليكم بأسرع وقت ممكن. ولكن بعد حوالي 100 يوم من المعارك العنيفة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، تبين أنه كما قالت المقاومة منذ أول يوم أنه لن يعود أسير إلى داخل الكيان الصهيوني إلا بتبييض السجون الفلسطينية. هو كان واضحا يعني، ونحن لاحظنا في الفترة الماضية عندما كان هناك هدى مؤقتة وهي لتخفيف العبء عن شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة، سواء من أجل إدخال المعونات الاقتصادية أو البنزين أو الكهرباء أو كل هذه الأمور، اكتشفت يعني المقاومة كانت منذ البداية تعرف أن هذا الكيان لا يمكن أن يلتزم بأي عهد، هذا الكيان مخادع منذ القدم، ولذلك هي اعتبرت أن ليس هناك هدى بعد الآن إلا باتفاقية تقضي بوقف العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة. الأسرى يعود إليهم، ولكن أسرانا يجب أن تعود إلينا، وأن يقف العدوان بشكل كامل ويتم إعادة البناء في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكمه. أستاذ عدنان، أيضا نبقى في تصريح لأبو عبيدة، يتحدث عن إخراج أكثر من 1000 آلية عسكرية من الخدمة، ويتحدث أيضا عن أسلحة مصنعة محليا. في هذا الإطار وفي هذا المفصل، هل تعتقد أن المقاومة الفلسطينية في وضع يؤهلها لفرض واقع جديد على الأرض؟ يعني يجب أن لا ننسى أن الكيان الصهيوني وجيش الكيان الصهيوني في حرب الأيام الستة استطاع أن يهاجم 3 دول عربية مجتمعة أو 4 دول عربية مجتمعة، ويدمر معظم هذه الجيوش في 6 أيام. الآن بعد 100 يوم من المعارك العسكرية نجد أن المقاومة الفلسطينية لا زالت يدها هي العليا. يعني أنا استمعت إلى تصريح من جندي إسرائيلي يتحدث مع التلفزيون الإسرائيلي ويقول بالحرف، هو قال نحن دخلنا ندخل إلى بعض المناطق نختبئ ببعض البيوت، ويخرج القيادة السياسيون ويقول أننا سيطرنا على هذه المناطق. قال أن الذي يسيطر على هذه المناطق هي المقاومة، ونحن لاحظنا أنه تحت ضربات المقاومة الموجعة لهذا الكيان وعدد القتلى الكبير بصفوف جنوده. ويجب أن لا ننسى هنا أن الجانب الإسرائيلي هناك تعتيم إعلامي، يعني هناك مقص الرقيب العسكري الذي لا يسمح بنشر أعداد القتلى، ولو نشرت أعداد القتلى لوجدت المظاهرات في جميع المدن الصهيونية أو مدن فلسطين 48 تطالب بسحب هذا الجيش. الجانب الفلسطيني منذ البداية كانت له اليد العليا، يعني لاحظنا حتى الخبراء العسكريين الصهاينة والخبراء الدوليين يتحدثوا عن أن هناك إبداع ليس له مثيل من الجانب الفلسطيني، من جانب المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تعرف متى تنسحب ومتى تعيد الهجوم. يعني نحن لاحظنا أن المقاومة الفلسطينية أوجدت مفاهيم عسكرية جديدة، أنت رأيت والعالم رأى كيف أن المقاتل الفلسطيني حتى لا يعيقه حذاؤه كان يقاتل وهو حافي القدمين، يذهب إلى الدبابة ويضع العبوة على هذه الدبابة. يعني أنت تتحدث عن مقاتلين نذروا أنفسهم من أجل الشهادة ومن أجل الدفاع عن شعبهم، كأنهم يقولون لأهلنا الصامدين في غزة أنتم صمتتم ونحن سندافع عنكم بأرواحنا وبكل ما نملك. إذن الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير مركز الخليج الدراسات شريف عبد الحميد. أستاذ شريف حياكم الله، مرحبا بكم. وسهلا، بارك الله فيكم.
أستاذ شريف، في اليوم 100 للحرب على غزة يستمر الاحتلال في قتله ويستهدف وسط وجنوب القطاع، ولكن ما الهدف من تكثيف الاحتلال القصف خاصة على هذه المحاور؟ ما السبب في ذلك؟ هو في البداية بعد 100 يوم من هذا العدوان النازي البربري على أهلنا في غزة، يظهر بأن الاحتلال فشلا ذريعا، تمت تعريته تماما، وظهرت أن هذه القوة الخارقة التي يتحدثون عنها ما هي إلا وهم أفسدتها المقاومة الفلسطينية على أرض المعركة بمقاومة حقيقية، كما يقال والخبراء العسكريين يقولون أن ما فعله المقاوم الفلسطيني سوف يدرس في كل الكليات العسكرية في العالم. الاحتلال الغاصب يكثف هذه القوة الآن لأنه فشلا ذريعا. نتنياهو يريد أن يظهر أنه ما زال قوي، نتنياهو أسهم في الحضيض، نتنياهو سوف يخرج من هذه المعركة إلى السجن مباشرة. نتنياهو ظهر بأن الكيان يدمره هذا الشخص ولا يستمع إلى أي صوت عقل من داخل الكيان المحتل نفسه. أستاذ عدنان، في وقت تحتدم فيه المعارك في خان يونس تحديدا، ولكن المقاومة تمكنت من توجيه ضربات قوية لقوات الاحتلال مؤكدة يعني قتل جنود وأيضا تدمير آليات، في اليوم 100 للحرب ومن القتال، هناك سر في استمرار المقاومة بكل هذه القوة، ما هو السر؟ السر هو أنك تدافع عن أرضك، السر أنك أنت صاحب الحق، السر أن وراءك بيئة حاضنة لهذه المقاومة، السر أنك أعددت لهذا العمل منذ البداية، السر أن عندك شباب مستعد أن يستشهد دفاعا عن أرضه وعرضه، السر أنك ترى أطفال فلسطينيين يقولون أنه لو دمرت البيوت سنبقى هنا وسيخرج جيل. يعني أنا رأيت طفل فلسطيني استشهد أخاه يقول الآن أريد أن أنتمي إلى سرايا القدس. يعني السر أن هؤلاء أهل غزة أثبتوا أنهم جبال من الصبر، جبال من المقاومة، جبال من الإيمان. يعني هذا الإيمان الذي رأينا المئات من الأجانب يعلنوا إسلامهم لأنهم لا يستطيعوا أن يستوعبوا حجم هذا الدمار وحجم هذه الإبادة، والناس تخرج من تحت الأنقاض وتقول الحمد لله سنبقى هنا وسنستمر في الدفاع عن أرضنا ولن نخرج من أرضنا حتى لو كنا جثث، سنبقى نقاوم هذا الاحتلال. أستاذ شريف، لو فتحنا نافذة تصريح نتنياهو يوم أمس، صرح بأنه لن يوقفه أحد في غزة، وهو بطبيعة الحال سيستكمل خطته في إبادة أهالي غزة التي بدأها. طبعا هذا الموقف لم يردع فيه نتنياهو من محكمة العدل الدولية، وبالتالي هو يقوم أو يحاول تهجير سكان قطاع غزة ربما إلى دول مجاورة وصولا لإفراغ القطاع. كيف تنظرون إلى هذا التصريح أستاذ شريف؟ تصريحات المجنون المهزوم، هذه تصريحات مهزوم، هذه ليست تصريحات منتصر، إنه المنتصر يتحدث على أرض الواقع. المقاومة الفلسطينية تتحدث إلى اليوم، صواريخ تطلق من داخل الكيان الغاصب، قوة مقاومة على الأرض. أما هو ومن معه من مجلس الحرب ما هما إلا مهزومين. نتنياهو هناك ذعر داخل الكيان الغاصب خوفا مما سوف تصدره المحاكمة المحكمة الدولية، رغم الضغوط الأمريكية والإنجليزية والاتحاد الأوروبي على القضاء، إلا أن ما حدث هو نقل المعركة من المدافع والدبابات والجنود إلى محكمة العدل الدولية ليظهر ويفضح هذا الكيان الغاصب. نتنياهو يصرح بهذا التصريح وهو تصريح المذبوح، تصريح المهزوم، لا يستطيع أن يقول غير هذا. نتنياهو لا يستطيع أن يقول تصريحا غير الذي قاله. من هو المنتصر على الأرض الذي يتحدث بمثل هذا التصريح؟ ما هو إلا تصريح مهزوم.
أستاذ عدنان، نتنياهو ألمح إلى احتمال سيطرة قواته على محور فيلادلفيا، ولكن نلاحظ ونحن نقرأ نشرات الأخبار أن هناك ربما إصرارا من نتنياهو في محاولة السيطرة على محور فيلادلفيا، رغم علمه أن ربما التحرك يعني انتهاكا جديدا للاتفاقيات الموقعة مع القاهرة. لماذا هذا الإصرار على هذا المحور بشكل محدد؟ أغلق 6 بوابات إلى قطاع غزة، والمعبر الوحيد الذي تستطيع أن تتنفس منه غزة هو محور فيلادلفيا. وللعلم يعني محور فيلادلفيا للذي لا يعرف هو بامتداد حوالي 14 كيلومترا يمتد من البحر إلى كرم أبو سالم، النقطة من فلسطين المحتلة. معبر فيلادلفيا هم طلبوا أساسا من السلطات المصرية أن تضع أدوات استشعار لكي يعرفوا إذا كانت المقاومة تبني أنفاقا. هم يتخوفوا أن المقاومة ستبني أنفاقا أعمق مما يستطيع أحد أن يصل إليها. يعني هم بكل بساطة يريدوا خنق قطاع غزة وإجبار السكان على ترك القطاع. يعني عندما أنت تجعل القطاع غير مكان تستطيع أن تسكن به بعد هذا الدمار وبعد هذه الإبادة الجماعية، هم يريدوا أن يفرضوا على الجانب المصري. نحن نعرف أنه كان تغييرا هناك وتعديلا في الاتفاقية عندما سمح للجانب المصري بإدخال حوالي 175 جندي أو شرطي ليكونوا على الحدود. هو يريد بهذه الحالة، هو حتى عندما كان ضغط كبير جدا من الجانب المصري، تركت بعض الأنفاق لتدخل بعض المواد، يعني كانت هي الرئة الوحيدة لقطاع غزة لكي يتنفسوا. الآن يريد نتنياهو أن يغلق هذه الرئة، وبذلك يستطيع بعد فترة أن يجبر الفلسطينيين عندما لا يجدوا إمكانية للحياة في قطاع غزة على الذهاب إلى سيناء، وهو المخطط الأساسي في الجانب الصهيوني وعند الجانب الأمريكي. ولكن يعني الجانب المصري لغاية الآن يفهم أن قضية الأمن القومي المصري تتطلب أن لا يسمح للجانب الإسرائيلي بالسيطرة على معبر فيلادلفيا، لأنه بهذه الحالة سيتحكم بمن يدخل من الفلسطينيين أو يخرج. نحن نعرف أن هذا المعبر هو كان بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية، وبذلك يعني كان هناك حرية في على الأقل في اتفاقية بين الفلسطينيين والمصريين. هو لا يريد هذه الاتفاقية، هو يريد القضاء عليها، وهو يقول أننا نستطيع أن نعدل في اتفاقية السلام التي وقعناها مع مصر. يعني هذا يتطلب من الإخوة المصريين أن يبقوا على موقفهم أنه لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وأنه ستبقى على الأقل هناك لو رئة حتى لو كانت اصطناعية بتوصيل المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. أستاذ شريف، بحسب مصادر صحفية عبرية، فإن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100,000 طلب مساعدة نفسية لجنود الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة. إذا كان ذلك يمثل ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لماذا يصر على الاستمرار في الحرب؟ ما الذي يريده بعد 100 يوم من العدوان على قطاع غزة أستاذ شريف؟ نتنياهو إذا توقفت الحرب الآن في الصباح سوف يكون في المحاكمة. نتنياهو يهرب من محاكمته. نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب، بل الآن هو يريد أن يوسع إطار الحرب، يريد أن يدخل حزب الله، يريد أن يدخل الحوثيين، يريد أن يدخل رغم أنهم أزرع يعني، لكنه يريد أن يشاكس الآن مع مصر. هو الإصرار على المعبر فيلادلفيا هو بين مزدوجين، هو إنهاء للاتفاقية الموقعة. نتنياهو يريد أن يهرب خارج إطار حدود غزة، لأنه أصبحت غزة هي فيتنام أخرى للكيان الغاصب. أستاذ عدنان، في ظل ما تم مناقشته، كيف يمكن أن نقيم المستوى السياسي في القطاع بعد 100 يوم؟ هل تعتقد أنه سيكون دور لحماس بعد هذه الحرب على قطاع غزة في قادم الأيام وربما الأشهر المقبلة؟ طبيعي، يعني الكل يتحدث اليوم ما بعد
اليوم ما بعد. يعني هذه على فكرة هي من الأساليب الأمريكية، وهي كانت منذ حرب فيتنام وما بعد فيتنام، كان الأمريكان يتحدثوا دائما على اليوم ما بعد. ونحن نعرف أن السلطات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم بزمام المعركة مع قطاع غزة، سواء من الجانب العسكري أو من الجانب السياسي. ونحن لاحظنا أن بايدن بنفسه قدم إلى المنطقة وأثبت هذا الدعم. المقاومة منذ البداية قال نتنياهو أنه يريد القضاء على حركة حماس، وقال أنه لن نسمح لحماس بأن تحكم قطاع غزة. الآن حتى جنرالاته يعتبروا أنه وضع أسقف عالية جدا لا يمكن تحقيقها. كيف تقنع هؤلاء أنه بعد 100 يوم لا يوجد نصر حاسم للجيش الذي لا يقهر؟ لا زالت المقاومة هي التي تملك المبادرة، لا زالت يد المقاومة هي العليا. وبالأخير يعني من هو نتنياهو أو غير نتنياهو ليحدد للشعب الفلسطيني من يمثله؟ نعم. الذي يحدد للشعب الفلسطيني من يمثله هو مقاومته. الذي يحدد للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني هو الذي يعرف من قاتل وضحى وقدم الغالي والنفيس لكي يحميه، يعرف من هو الممثل الحقيقي له وهو المقاومة الفلسطينية. يعني هم يستطيعون أن يتحدثوا، يعني هم تحدثوا أن العملية العسكرية ستكون أيام. نحن الآن باليوم 100 ولم يستطيعوا أن يحققوا أي إنجاز، فحماس ستبقى كما هي والفصائل الأخرى، ولن يحكم فلسطين إلا الفلسطينيين. عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي عدنان أبو شقرة، وكان معنا عبر الهاتف من القاهرة مدير مركز الخليج للدراسات شريف عبد الحميد. شكرا جزيلا لكما.